اللي اقولها يا عم، هي المكسيك دي بعيدا عن القاهره؟ المكسيك دي بعد ابو ظبي، وابو ظبي دي بعيدا عن المكسيك. شت اسكت. يعني المكسيك فين؟ في امان. ايه اللي في امان؟ يعني بالكابوله عربيه ولا بالكابوله موتوسيكل ولا بنروح بالجمل؟ انا شايف. يا سلام، كلكم بقيتوا اساتذه الجغرافيا. خلونا نركز. شفت يا ابو الصحاب، طلع الموضوع بتاع الراجل المكسيكي ده مظبوط، طلع بجد وبجدية وكل الحاره بتتكلم عليه، طلع اخو العيال. اه دي كده يقصت وزغيطت وعايزاك بقى تروح تنقط يا خيبوش. لا ونقطه ايه؟ بالجنيه المكسيكي. جنيه المكسيكي يعني 2 جنيه ونص مصري. يا جدع اتنيل 2 جنيه ونص، انت راخر. طب انت خدت بالك بقى من الحته بتاعت مطرب عالمي دي؟ اه خدت بالي. اه المطرب ده بقى زميل، بس هو في كايت طيب تاني، يعني ما بيلبسش كايفات زي كده. يا دي النيله. طب انت ناوي على ايه يا خيبوش؟ فهمني. ناوي على ايه؟ ناوي ما تعديش بالساهل. احنا هنخليهم يجيبوه وخربوش وحريقه يقلبوه. ايوه ايوه عليك يا عم خيبوش. يا متكتب يا حلو. ايوه يعني انت ناوي على ايه؟ ما انا مش فاهم برضه. يا جدع حرامي. في ايه؟ حرامي حرامي. في ايه؟ في ايه؟ حرامي. مش انا حرام. مش انا يا حرامي. الحقوني يا حرامي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين البت دي؟ مين مين ده؟ انا حبيبي ابن ظريف. بلا ظريف بلا لطيف، ده انتوا الاتنين دمكم يلطش. مين الواد ده؟ في ايه يا ام؟ كان بيعمل ايه عندي في الحمام؟ في الحمام؟ اه يا كلب يا حيوان. مش انت عارف ان انا هدخل الحمام؟ اه صحيح يا ام، ده مستأذن منه ان اخش الحمام. نهارك اسود. انت مأجر الحمام بتاع المرحلة الرمية؟ لا ياما معلش معلش، هات 20 جنيه، هات 20 جنيه. معيش غير 100. معهوش غير 100، معلش ياما نسامحه، معهوش غير 100. ده أجر الحمام؟ هات ايه هو ده؟ مش حمام بيت امبابة ده؟ ايوه ياما معلش. اقعد هادي ياما هادي. نهادي اهو. في ايه ياما؟ ايه ده؟ ايه؟ نهار اسود. ايه ياما؟ ممنوعات في بيتي؟ ممنوعات ليه ياما؟ يا الفاكهة مصممة؟ فاكهة؟ الفاكهة دي أنا مش شايلها بقالها سنة؟ شايلها بقالها سنة؟ هو في فاكهة ياما في البيت؟ ده عمرو اللي داخل علينا بالفاكهة دي. مين عمرو ده؟ عمرو ده. وانت بقى انت مين؟ انت الواد مين اللي ابيض؟ انت ابيض كده ليه؟ ها وشعرك مسلسل كده ليه؟ انت من سوريا ولا من لبنان ولا منين؟ انت منين؟ يا ست مين ابوك؟ انا بشبه عليك، وريني كده. لا مش معقول. انت بقى مين؟ انت بقى انا عمرو. عمرو سلمي. عمرو سلمي. عمرو سلمي. انا عمرو سلمي. سلمي ولا حربي؟ بص فتنه. بص فتنه. فتنه مين؟ فتنه مين؟ فتنه. فتنه حبيبتك يا ست الكل. فتنه. فتنه لما هي فتنه حبيبتي ما تبقاش هي معايا ليه وانت معاها هنا ليه؟ انت مين؟ انت جوزها يعني ايه؟ هي في البيت بس كنت بس جايب الفاكهه علشان نقعد مع بعض كعيله ونتفرج. انت جبت الفاكهه؟ نهارك اسود ومليل. تجيب الفاكهه ما تخشش على امبابة على مامي. انا اسف. حقك عليا. حقك عليا. شويه عيال تافهه زي دي. نهارك انت بتعمل كده ليه؟ مفيش حاجه يا ست الكل. حقك عليا. فاكهه يا كلاب. نورنا ياما يا عسل. اخرسوا اخرسوا. حاضر ياما حاضر ياما. اعصابي. ايه ده؟ مزايا راسي. ربنا يخليك لها يا ام. حبيبتي ينفع اكلها بالليل؟ انت تاكل وقت ما انت عامل. حبيبتي يا ام. قد حاجه؟ حاضر. طبعا ما هو اللي على الحجر واحنا اولاد البطه السودا. سودة مين يا بت؟ دي بطه وبيضة ومتزغطه صح؟ بعدين ما تزعليش يا نني عين امك، ده انت قمر، ده انت الدهر اللي انا بتك عليه يا افراح، ده انت ارجل منهم يا بت. امي حبيبتي. بجد؟ اه بجد. سيدهم حبيبي. سيد الناس الحليوه عسليه اللي مفيش منه. يلا يا كلبه. اشتريت امك بكام عسليه؟ 200 جنيه زمار. غالي قوي. في العتبه ب50 وفي الموسكي ب10. خلاص خلصتوا التعارف والعسل خلاص؟ بس بقى عشان فاضل نص ثانيه على البرنامج. انتوا بتتفرجوا على ايه وصاحبين الكهرباء دي كلها؟ البرنامج ياما البرنامج هيبدا. وفي إطار رحلته لأفريقيا وتحت شعار مصر هي أمي، هنلتقي بالنجم المكسيكي العالمي حمودة أنطونيو جونزاليس، اللي فاجئنا إنه هيعمل أول كليب ليه في مصر، واللي اتفاجئنا كمان إنه من أصول مصرية وأمه اسمها إمبابة، وهو سعيد جداً إن أول كليب ليه هيكون في مصر الحبيبة. أخويا! أنا قلت! أيوة بقى! أيوة بقى! قلتلكم! وده هنوصله إزاي يا عمر؟ بس بقى! أنت كده جيت لملعبي وفي وسط جمهوري. ده ابني. يا ابني بجد انا ما كنتش اعمل. ايوه يا حبيبي محرومه منك يا ابني.
بالدولارات ابويا طلق سماح وخطفني، ابويا طلق سماح وخطفني، معلقه معايا. طب ما المصلحه دي رايحه مننا فين؟ ما هو ما المكتب بقى. اسكت، كنت هجيبها لك بس اصطلحوا. امتى؟ من ساعه محمد هلال اتدخل. اعوذ بالله، ما جيش من ورا الفقر. بس ما تاخدنيش في دوكة، انا بعتلك ثلاث زباين الاسبوع اللي فات من على الجروب. اول واحده ازدالي سر جمالي وقالت لي على الجروب ان هدتك 80 جنيه. ال 80 جنيه جبت بيهم الجبنه البراميلي والكريم بتاع تشوهات الكعبين. بس ده انا كده اللي بصرف على البيت. لا يا حبيبتي، جروب مطلقات ولكن هو اللي بيصرف على البيت. طيب، وبعت لك الادمن بتاعت الجروب ذات نفسها. مين دي؟ امراه ولكن. امراه ولكن؟ امراه ولكن امراه يا اختي، بس ولكن اعوذ بالله. ليه؟ انت ما حلتلهاش مشكلتها؟ لا ما حصلش والله ولا جيت ناحيتها. بس دي غيرت صوره البروفايل، انا كنت فاكراها بتحتفل. حطت صوره مين؟ البوي فريند. بوي فريند ايه؟ ده صورتها من غير المكياج. يا مراري. طب وزهره اللبلاب؟ اعوذ بالله بقى من دي حكايه، دي عايزه تبقى سنجل مازر. يعني هي عايزه تبقى سنجل ولا مازر؟ في بيت الغباء. دي عايزه تبقى سنجل مازر الاثنين مع بعض. يا لهوي، وده يعني ايه؟ يعني عايزه تخلف من غير جواز يا حبيبتي. طب وهو لازم؟ ما احنا ما بنخلفش ومتجوزين. هو في حاجه فايتانا؟ تقريبا في حاجه الناس كلها عارفاها بس ما حدش بيقولها لنا. عامه هي ادتك 50 جنيه. ال 50 جنيه بتاعتها دي والله العظيم كنت عايز ادخلها البيت. بقول لك ايه؟ ايه؟ سيبك انت من الموضوع ده بقى، خلينا نركز ايه؟ في اخوهم. الراجل ده طلع تقيل موت. انا قلقانه منك يا عمرو. حكيم انت عامل زي اللي بيقعدوا يبيعوا الحاجات كده اونلاين وبعدين تشتري منهم تلاقي حاجه ثانيه خالص. يا ستي ابوس ايدك، خلفي توقعاتك مره وخلي عندك ثقه فيا. لا هو كده، المجامله على قد المعامله. ايه كلام التكاتك اللي مالي البيت ده؟ الراجل ده انا ما سرشت عليه لقيته جامد جامد. مؤتمرات ايه، حفلات ايه، ندوات ايه، سوشي ايه، ما بيركب الطياره وينزل عادي كده. لا ما تقولش، بس اوعى يا عمرو دماغك تكون مودياك كده ولا كده. حكيم انا عارفاك، انت نفسك تبقى كويس بس الشيطان عامل لك عروض. والله كل عروض الشيطان فاتتني، هاتيني قاعد معاك اهو. مش عارفه انت قصدك ايه بس مش مرتاحه لك. المهم عايز ايه من الراجل ده؟ الراجل ده ما ينفعش معاه اي سكه شمال، خليكي فاهمه. ها، انا عايز اقرب منه بجد في السليم، نطلع منه اي مصلحه. بس يلا، عند المصالح الكل بيتصالح. جو السواق توك توك، اقسم بالله. الحلوه يا بلدي. ايه ده اللي انا بقوله ده؟ انا مستقبلي الفني بينهار. انت بتكلم نفسك يا زمارة؟ ايوه بكلم نفسي يا افراح، وانا لقيت نفسي اكلمها وما كلمتهاش. انا مخنوق قوي يا افراح، ما بقتش عارف اكمل الاغنيه كلها على بعضها. ايه بس اللي مضايق؟ الموضوع مأثر على ابداعي قوي يا افراح، والواد اخوك عسليه يا عيني، اتمص وبقى شبه العسليه فعلا، بقى بيحلم بكوابيس. الواد اخوكي بقى بيتكلم وهو صاحي. يا لهوي، بيتكلم وهو صاحي؟ طب ما ده عادي يا عبيط. ايه ده عادي؟ ايوه عادي. امال انا قلقت ليه؟ انا عارفه. خلاني اقلق عليه وانا فضيله وكمان من وانا صغير يا افراح، والعيال بتعايرني في الحاره ويقولوا لي يا ابني الرقاصه، وانا اقول لهم انا مش ابن رقاصه انا ابن مغنيه، يقولوا لي يا ابني المغنيه الرقاصه، عشان امي كانت بتعمل كده وهي بتغني، وانا قلت لها يا امي ما تعمليش كده وانت بتغني. اما لما يعرفوا بقى ان هي اتجوزت كتير هيقولوا لي يا ابني متجوزه كتير. قطع لسان اي حد يكلمك، اي حد يكلمك قول لي عليه وانا انزل اديله بالجزمه. الواد سعيد السنسل هيشوف، والواد كباك هوريه. المشكله مش مين بيتكلم افراح، المشكله ان انا بكتم في نفسي، ولما بكتم في نفسي ده بيأثر على صوتي. انا بقيت اخش في مقام ما اعرفش اطلع منه، مش عارف اطلع من المقام افراح، مخنوق في المقام. لا يا حبيبي، انا مش عايزك تخنق نفسك، انا عايزك تفكر بطريقه احسن من كده. وبعدين انت امك بتتجوز على سنه الله ورسوله، هي كترت شويتين بس معلش في الاخر ده جواز. بس ده هزني يا افراح، خلاني مهزوز في وسط الحوار. انا بسلم على الناس ما اعرفش مين صاحبي ومين اخويا. عم احمد بتاع الفول ده لو طلع اخويا هطلب منه سندوتشات بقى وش. انا بقى مش عايزاك تفكر بالطريقه دي ولا تتهز، عايزاك تفكر لما تورث ويبقى معاك فلوس كتير وتجيب فيلا وعربيه وتبقى مطرب مشهور وتعمل حفلات. يا افراح، وحط فلوس في البنك ويبقى معايا فيزا كارت، واجيب حمام محشي فريك واتعوج على الحاره دي واقول لها يا حاره يا معفنه. في حاجه زماره؟
لا انا بفضفض مع اختي شوي. يما القمر على الباب منور انا اديله، يما ارد الباب واللي انا اديله انا اديله يما اما. بقولك ايه يا بيري، ما تعرفيش دكتور تجميل؟ ما اعرفش ليه. عشان عايز اعرف الشفايه الجميله المنفوخه دي دفعت فيها كام. على فكره ده طبيعي. طبيعي؟ لا يا حبيبتي لا، الطبيعي ده كان على ايامنا لما كانت الواحده تحب تتنفخ، هي حاجه واحده تقعد تشكل في ابوها، يتلم عليها ابوها والجيران واخواتها وينفخوها ايه اخر نفخه، هما سنتين تقعد وتشتاق للنفخ، تتجوز تشكل في جوزها تصبح اكثر انتفاخا. امال ايه مش دلوقتي بورتكس وبايركس؟ ما اسموش بورتكس وبايركس. امال ايه؟ فيلر هو ده يا اختي. انت يا حبيبتي رحتي عند انه وسطى؟ ما اعرف دكتور يا بنتي، يا مباهج انما ايه هفضليني عليه يا اختي، ده انت حبيبتي وروحي. انا عارفه نفسانه الموزز من بعض، انا ما يهمنيش، هو قرن فلفل واحد اقرشه وارجع ايه الدم يبج في وشي. امال ايه الطبيعي قال يوعي ايدك يا ما ينفعش كده يا عسليه. يا ده وعي ايدك يا انت هتقطع عيشي كده يا عسليه. انت تنك ليه كده؟ عمر شوف بقى بتنك كده. انا مش تنك، انا الاسكورسي بتاع البيت. الاسكورسي اخ ايه ده؟ مين عسليه ده حبيبي؟ عسليه ده الابن الضال اللي ساعتها اهتميت بالحشو وسبت الحلاوه. انا ابنه. مين دي يابا؟ جيسيكا مراتي. مراتك؟ مراتك يابا؟ انت بتتكلم في ايه؟ عندي كلب. يا تخليك محترم، دي أسئلة تسألها انت بيه هاوي. يعني عندي كلب؟ لا مش عندي. مش عندها يابا. ربنا يديها يا ابني. الامر ياخد درينك ايه؟ جوس. ها؟ جوس. ايه سامعك تقيل يعني؟ خلاص يابا ولا روح هات لي اللي عليه ده. ايه جوسي؟ وعايزاه كانتالوب ولا موز؟ يا عم اي حاجه اتكل على الله. وحشني يابا. عايزك بقول لك يابا، انت ما تيجي تقول لها بحبك بتقول لها ازاي؟ ما بلحقش يا ابني، هي اللي بتهجم على طول. يا ريت حضرتك ما تبقيش تهجمي، يعني حاولي تبقي تباصي الاول. عايز ايه؟ ايه اللي مش عايز؟ ما انت فاهم انا عايز ايه؟ ايه اللي عايز ايه؟ خلص معايا. عايز ايه؟ ما انت عارف يابا اللي فيها يابا. خد امشي وما تشوفش وشك هنا تاني. كريم يابا. يلا يلا. بتكلم انا وابني، يعني لازم ترمي ودانك انت كمان. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نروح للمباراه التاليه. انا عم اسكت بقى، اسكت، حولوني في الكنترول اهو. معانا يا جماعه كابتن. ايوه كابتن مدحت. ايوه انا عليه. ايوه كابتن، اوطي التلفزيون واسمعك بالتليفون. طبعا انا عارف النظام. ايوه كابتن، ربنا يخليك، ربنا يخليك، والله انت اللي وحشني اكتر. ربنا، اخبار البنات ايه؟ الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك، ربنا يخليك. بقول لك يا كابتن، انا بس عايز احيي الاول الكباتن الكبار اللي موجودين عند حضرتك في الاستوديو التحليلي، ربنا يخليك، والشيخ طه وكله. ايوه كابتن. بقول لك يا كابتن، عايز ارد بس على النقط اللي اتقالت على بالنسبه للتعليق على المباراه بعد اذنك. بالنسبه بقى للخشونه اللي بين اللاعبين والخشونه اللي في المدرجات، انا عايز بس الفت نظر حضرتك ان الخشونه مش بس في الملعب، الخشونه كمان بتيجي لكبار السن اهو. بص يا كابتن، والله العظيم الراجل ده ما قادر يتحرك من ساعتها، والله العظيم مش بس حبا في حضرتك. هنعمل ايه يا ابني؟ دي حال الدنيا كده. والله يا كابتن، ربنا يخليك. النقطة التانية بتاعت الكابتن بقى اللي عمال يضيع الاجوان المحققة والفرص المهدرة والحاجات اللي حضرتك بتتكلم فيها انت والاستوديو التحليلي الجميل ده، انا عايز اقول لحضرتك ان اللعيب ده زي ما بيجيب بدماغه دي جوان، هو كمان بيجيب له فلوس، لانه بيعمل اعلانات جل وبيخصل بالمشط الواسع يا كابتن، فبيبقى خايف ان هو يركب الكرة ويحطها في البعيد يا كابتن عشان ما بوصل القصة. انا بس عايز اقول لحضرتك يعني بالنسبه للكابتن تامر اللي حضرتك قلت في اول الحلقه ان عنده الضمه، ها؟ لا يا كابتن، لا الكابتن ما عندوش الضمه، هو عنده حاجه اسمها ناسور خارجي.
ناسور خارجي، ده بيكلبش الظهر كله يا كابتن، ما بيعرفش خالص بقى ان هو يلف يحطها في البعيده. انا بس حبيت الفت نظر حضرتك يا كابتن. ربنا يخليك، ربنا يخليك، لا وفوق كل ذي عين من عليم. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. لا مش هتاخر على حضرتك، مش هتاخر، هتكلم كل يوم. ربنا يخليك يا كابتن. واحب اوجه كل التحيه لكل شله الكباتن الكبار اللي موجودين عند حضرتك، وكابتن محمد نصر، المخرج محمد نصر المبدع ده دائما، احب اوجه له التحيه. ويا ريت بقى نسمع واحده. الله الله على دي شله، الله الله على دي شله. الو. يا حبيبتي معاكي ادمن جروب عاشقات مخدوعات مطلقات حائرات. قولي لي بقى، عايز اعرف منك الطول والوزن والحجم، يعني الكتله كده على بعضها عشان اعرف الشريحه اللي هحطك فيها. عندك اي مهارات ليكي في التيك توك كده يعني؟ طيب بصي، يعني عامه ما تخافيش، احنا في الجروب ان شاء الله بنرشح لك محامي، هو بيحاول يحل مشكلتك وبيحدد الاجر على حسب نوع الموبايل اللي معاك. قصدي ما تقلقيش من ناحيه دي، الستات اللي بعديها كاس وداير يا حبيبتي. كاس وداير. يلا هاف فن، طلاق سعيد، مع السلامه يا قلبي، باي باي. ما تنسيش بقى تعملي ايه دعوه كده لصديقاتك كلهم على الفيسبوك للجروب. ماشي، شيري الصفحه. مع السلامه يا حبيبتي، يلا هبعت لك اللينك، ومع فيروس هديه، باي باي. تسلم ايدك. بالشفاء يا عم عربي، مع اني شايفاك كويس يعني وزي الفل، ما فيكش حاجه. ده انت متابعاني بقى افندم. اصل في واحد صاحبي قال لي تاخد الحقن دي عشان تبقى كده متين وقوي وما تفصلش. الحقن دي كويسه لو محتاج لها، او الدكتور كاتبها لك. بس انا قاعد لوحدي ومحتاج حد يونسني، ومحتاج اتجوز عرفي يعني. عرفي. وطي صوتك ما تبدلش في الاهل. الله حبيب. يا ظريف يا ابني بتاع الكبد عسل، اعزف لي بقى في نص رغيف كده. مامته قالت له سيب القطه وخليها في حالها، احسن مدرسته ورمى كرسته وراح جرش كلام. مامته قالت له سيب القطه وخليها في حالها، احسن مدرسته ورمى كرسته وراح جرش، راح جرش كلام، راح جرش كلام، راح جرش كلام. قامت القطة مكربشة ايده ولما مسك ديلها، وقت جزات اللي ما يسمعش كلمة ماما، كلمة ماما، كلمة ماما تقولها، كلمة ماما تقولها، كلمة ماما تقولها، كلمة ماما تقولها. ماما 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 ماما. زمارة 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 زمارة. خشي ياما جوه، فرقت الحتة عليا. ما تولع يا ابني الحتة، هي مبابة شوية. تولع يا ابني الحتة، هي مبابة شوية. ما تخشي ياما جوه، ما تسيبني يا واد تهوى. ما تسيبني يا واد تهوى، ما تخشي ياما جوه، ما تسيبني يا واد تهوى. ترى ايه يا اما؟ في ايه؟ عايزة ايه؟ الحق زمارة اما. اتفاجئت دلوقتي، ما واقفة بقالها ساعة. عايزة ايه يا اما؟ انت بتعلي صوتك عليا قدام الحته العفشه دي؟ انا اسف ماما. عايزه ايه؟ عايزك تروح السوبر ماركت. ليه؟ تجيب حاجات. عايزه ايه؟ نص كيلو اسمنت. ماشي. ونص كيلو نشا، ونص كيلو ملح، وبخمسه ساغ بيض. ايوه هو كده، وثلاثه فانيليا، وثلاثه بيكنج باودر، و10 كيلو بتنجان. هتعملي ايه يا ام؟ هعمل لكم كيكه. دي طريقه جديده لعمل الكيكه. اسكت انت، هي دي المقادير اللي احنا بناكل بيها الكيكه ياما؟ امال انت تاسست ازاي يا غبي؟ تاسس. اما يا اما هتعمل مزيكا، خليك هنا. شد الدفار، شد رباطها، عصبيني لو قادره.